البطوله بتاعت بوركينا فاسو دي كان الاعداد والاوض عارف نظام كل اربعه في شاليه كده. الشاليه ده يعني اربعه مع بعض وفي الاربعه في الشاليه ده في اوضتين في سريرين هنا وسريرين هنا بس هم الاربعه في ريسبشن اللي هو ايه مع بعض. طبعا انا وحازم نقعد مع بعض على طول عشان هو يقربنا من كابتن حسام حسن ونبقى موجودين مع كابتن حسام حسن وحتى احنا نبقى ايه عشان نلعب تحت كابتن حسام. راح قعدنا انا وحازم وكابتن حسام وكان كابتن حسام قاعد معايا تحت على الهادي. اي كوره يعني مثلا في كوره انا ايه رحت ماتشات كتير قوي مع منتخب مصر لعبتها لك في ماتش بتاع كاس القارات مع في مع بوليفيا لما انا جبت الجون انا لعبتها لحازم لعبها لكابتن حسام رحت انا اتحركوا راح لعبها لي رحت انا روحت انفرط بالجون رحت مرقص الجون رحت حاططها كابتن حسام حسن بقى اول ما انا جبت الجون بقى وجاري بقى وفرحان بقى جدا بقى قال لي يا كندا تبقى احلى لو كنت رجعتها لي بكعبك اللي ورا وبتاع الحاجات دي كلها كنت انا حطيتها على طول مره واحده. كابتن حسام حسن في الملعب بيقاتل كانه يعني عايز صغير بالظبط بيخلينا بدينا روح يعني في الماتش يعني في الماتشات هو ايه مثلا راح يضغط على السيرت باكات مساكين وبتاع الحاجات دي كلها بيموت نفسه وبيعمل تكالن وبتاع الحاجات دي كلها انت من جواك ازاي يعني راجل كبير وراجل يعني اسمه كبير وبتاع الحاجات وانت واقف ازاي حماس غير عادي بيدي لك القوه بيدي لك الروح يلا وضغط وبتاع الحاجات دي كلها. كابتن حسام حسن بيتحرك تحركات بيخلينا ان احنا مستريحين يعني احنا بيساعدنا كتير قوي.